أن الحكومة لما رأينا المصالحة أول شيء لابد أن تتوافق المصالح بين الأطراف. أنتم عارفين أن الأمور وصلت إلى حد ممكن فاتت حتى القتل، القتال فات حدوده بالتنكيل وبأمور بشعة. فيه اللي شفنا احنا مقابر جماعية في تاريخ ليبيا لم يحدث هذه المقابر، هؤلاء المجرمين مجرمين في مقابر، مجرم يقتل ليبي ويدفن في مقابر جماعية نكتشفوه بعد سنة وسنتين وثلاث، ما فيش بعد هيك جرام. لابد أول شيء من ملاحقة هؤلاء المجرمين بأي شكل، وين مكانهم؟ الأعمال البشعة اللي داروهم في الشعب الليبي.